يقفون وبشكل متواصل أمام الثانوية التي درسوا بها وهم الآن خارج أسوارها. هم التلاميذ الراسبون في شهادة البكالوريا، وسنهم لا يسمح لهم بالتمدرس، وأملهم أن يعطوا فرصة أخرى لمواصلة الدراسة. في خاطرنا نقرو، حنا ماذا بينا نقرو، خاطر يعطونا غير فرصة واحدة. أنا صحاب 98، كاين غير صحاب 98، صحاب 99، ماهيش بزاف، ماشي 97 والله. ماذا بهم يرجعوا لنا؟ هادي أنا زيد 98 ومعاود دوزياماني وعاودت الباك وطردونا، ما بقاش يردونا لي. نتمنى من مديرية التربية أنهم يشوفوا فينا ويعاونونا، رانا بزاف. التأطير التام بالمدرسين وفتح مؤسسات تربوية جديدة سمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح بولاية البيض، يقول القائمون على القطاع. من جانب أولا التأوفر التأطير على مستوى المؤسسات التربوية وعدم بقاء أو ترك تلاميذ بدون تأطير، النقطة الأولى. النقطة الثانية توزيع الكتاب المدرسي والذي تم توزيعه من مركز التوزيع هنا بالولاية على جميع مؤسسات الولاية. استلمنا في هذه السنة أيضا ثانويتين، ثلاث ثانويات جديدة سوف تستقبل التلاميذ فيها خلال نهاية هذا الأسبوع والأسبوع الموالي المقبل. أيضا هناك إشغال طفيفة سوف يتكمل فيها خلال الأسبوع المقبل وتنتقل إليها التلاميذ المؤسسات المجاورة. أكثر من 24 مليار سنتيم خصصتها ولاية البيض لترميم المدارس الابتدائية، رقم من شأنه المساعدة على استقرار القطاع.